شام في حلب ماجد عبد النور. ماجد، بطبيعة الحال سأتيح لك المجال لتتحدث عن آخر المستجدات في حلب وريفها، ولكن أنتم في الشبكة وفي حلب كمدنيين، كيف تنظرون للأرقام التي أعلن عنها المرصد السوري؟ 2000 قتيل في أكثر من 5 أشهر في حلب فقط من جراء القناميل أو البراميل المتفجرة. نعم، يعني هذا العدد هو ما وثق، هناك أعداد كثيرة لم توثق، يعني 2000 شهيد هو عدد قليل جدا بموازاة البراميل التي تساقطت على مدينة حلب في ال5 أشهر الماضية. يعني ربما سقط على مدينة حلب أكثر من 3000 برميل في الآونة الأخيرة، طبعا مدينة وريفا، لذلك عدد الشهداء هو أكبر بكثير مما وثقه المرصد السوري ومما وثقته الشبكات الأخرى التي تختص بتوثيق أعداد الشهداء. هناك أعداد مجازر، يعني مجازر بأجمعها لم توثق، هناك أعداد كبيرة من الضحايا أيضا لم توثق، والعدد قابل للزيادة، ربما 5000 أو 6000 شهيد سقطوا في ال5 أشهر الماضية نتيجة القصف بالبراميل المتفجرة على مدينة طيب حلب. ماجد، إن كنت تسمعني فقط، لأن الأرقام التي تحدث عنها المرصد تقتصر على المدنيين فقط ولم تشمل المقاتلين الذين يقاتلون في صفوف المعارضة. بالنسبة إلى العدد، طبعا أكثر من 98% من الضحايا الذين سقطوا في البراميل المتفجرة هم من المدنيين، يعني أعداد الضحايا الذين سقطوا من الجيش الحر والكتائب الأخرى هي أعداد ضئيلة وضئيلة جدا باعتراف كافة المنظمات الحقوقية والمنظمات التي وثقت أعداد الشهداء في مدينة حلب. 98% منهم مدنيين، كل المناطق التي قصفت هي مناطق مدنية، مناطق أهلة بالسكان، المناطق ذات التماس المباشر والاشتباكات مع قوات النظام، لا يستطيع الطيران الحربي القصف فيها خوفا من أن تصيب قواته، لذلك كان القصف فقط يقتصر على المناطق المدنية، لذلك أعداد الضحايا من المدنيين كانت بمعدل 98% من الضحايا. نعم، إذن شكرا جزيلا لك من حلب، المتحدث باسم شبكة شام في حلب ماجد عبد النور. أفادت مصادرنا في